صباح الخير يا أحبائي. في خلوتنا في الإصحاحات الأولى في سفر التكوين، مهم أوي نشوف واحنا قاعدين مع ربنا موضوع الاختيار. ربنا بيقول للإنسان في خطية في مكان معين، أنت تقدر إنك ما تروحش للخطية دي. عشان كده آدم وحواء قعدوا فترة طويلة ما ياكلوش من شجرة معرفة الخير والشر، وكانوا عايشين فرحانين. برضو قايين ربنا حذره، قاله في خطية موجودة عند الباب، بس انت برضو تقدر تسود عليها. خد بالكم يا جماعة ان الانسان لم يفقد قوته الروحية، القوة الروحية موجودة، بس هي الفكرة انت بتختار ايه. في لحظات معينة خلي نفسك تحت النعمة كده، واختار دايما تنفيذ الوصية، واختار دايما الحياة مع الله. اول ما تقاوم الشر، الشر هيهرب منك. في القصة بتاعت اخنوخ كان في ناس كتيرة قوي ايام اخنوخ بتختار الشر، زي لامك مثلا. لامك اختار الشر، اختار القتل، اختار الانتقام. لكن نبص على اخنوخ، اختار طول عمره ان يمشي مع ربنا، وكانت المكافأة رائعة. دايما لما بتختار في حياتك كل يوم انك تمشي مع ربنا، انك تنفذ الوصية، المكافأة بتبقى رائعة. اول مكافأة انك بتنتصر على العالم. مطلوب منك انك كل يوم تنتصر على العالم. اوعى تخلي العالم او الخطية او شهوة الجسد والعين والتعظم المعيشة، اوعى تخليهم ينتصروا عليك. بص برضو على الاختيار. نوح اختار انه يسمع كلام ربنا، وانه يتعب سنين طويلة لأجل ربنا في بناء فلك، والناس التانية اختارت انها تستهزأ بيه وانها ما تصدقش ربنا. نوح قعد دايما يقول ان في هلاك جاي وان الخطية مهلكة، لكن الناس ما صدقتوش. اولاد نوح اختاروا ابوهم. حلو قوي انك تعلم اولادك يمشوا ورا الوصية زيك بالظبط. اهل بابل اختاروا ان هما يتحدوا ربنا. وسط الورث الوحش اللي سابوه اهل بابل، ابراهيم اختار انه يمشي مع ربنا، اختار انه يطيع ربنا، وكان الاختيار عنده مكلف. دايما يا احبائي اختيار الله شيء مكلف جدا، بس في النهاية شيء رائع. بيبان في وقت طويل ان الاختيارات دي بتكلفني عمري، مادة، راحتي، لكن النتيجة الروحية بتكون نتيجة جبارة. اختار ابراهيم انه ينفصل عن لوط. اختار ابراهيم انه مفيش اي حد يعطيله او يغنيه غير ربنا. اختار ابراهيم انه يتمسك بوعود ربنا ويصدق ربنا لما ربنا قال له ما تخافش. والغريب كمان انه ابراهيم يختار انه يصلي ويتشفع، ويصلي لاجل مدينة شريرة، لكن مجرد انه كان ابن اخوه موجود فيها. لكن ابراهيم اختار انه يصلي، اختار انه ينقذ، اختار انه يشوف الناس بتجد حياة، واتضايق قوي من خراب سدوم وعمورة. وفي اوقات تانية ابراهيم اختار حاجات وحشة. اختار انه يقول على زوجته انها اخته، وكان اختيار مش كويس.
اختار ابراهيم انه يتكل على ذراع بشر ويجيب ابن من هاجر، وكان اختيار مبني على ذراع بشر وسبب مشاكل كتيرة قوي للأسرة. نبص أيضا على الاختيارات، واحد زي عيسو اختار العالم، اختار لذة الجسد، اختار اللذة الوقتية. يعقوب يمكن بدون ما يدرى اختار حاجة مستقبلية روحية، يمكن ما كانش فاهم ان دي حاجة مستقبلية وروحية، يمكن اخدها في البداية انها برضو حاجة جسدية. لكن بص، نبص على اختيار الابنين، واحد اختار بركة لكل حياته ولكل نسله، والموضوع ده كلفه انه يتغير، خضع لربنا وخضع لإيدين ربنا. في حياة يعقوب بنشوف اختيار الإنسان إنه يتغير عشان الدعوة اللي هو دعي إليها. النهاردة أنا في خلوتي بختار إن أنا أتغير، بختار إن أنا أقاوم إنساني العتيق. هل أنا بختار إن أنا أقاوم شهواتي والعالم عشان ربنا هيعمل في حياتي وهيعمل في نسلي وفي أولادي حاجات مجيدة؟ عيسو ما كلفش نفسه بالموضوع ده خالص، سمعناش حاجة عن عيسو غير انه كان راجل غني، غير كان راجل حرب، غير انه كان راجل رئيس قبيلة. سمعنا حاجات جسدية عن عيسو، وانتهى امر عيسو بحياته على الارض وبنهاية حياته على الارض. يعقوب يختار انه يثق في ربنا، يعقوب يختار انه يبني مذابح لربنا، يعقوب يختار في سفرياته ما ياخدش معاه أصنام، وإنه ما يباركش أي حد معاه أصنام. ولما رحيل كان معاه أصنام، للأسف حياة رحيل انتهت بعد كده بوقت قليل. نشوف أيضا اختيارات يوسف، كلفته عمره، كلفته حريته، لكن يوسف كان دايما بيختار النقاوة والقداسة والسعي نحو وصية ربنا. حتى قبل ما تتكتب الوصية اختار الطهارة، عرف انه عنده قوة روحية من الله مهما كان بعده عن البيت، مهما كان موجود في بلد تانية، مهما كان موجود في ثقافة تانية، مهما كان موجود في بيئة تانية، لكن عرف وتيقن ان هو من ابناء الله. لازم يحافظ على نفسه، لازم يحافظ على القداسة، لازم يكون منفصل عن امور العالم. كان ممكن يعمل حاجات كتيرة في مصر توصله، كان ممكن يبقى وصولي، كان ممكن يبقى شخص وصولي، لكن هو عمره ما كان شخص وصولي. دفع ثمن كل حاجة، وشفنا ازاي ربنا رفعه بعد كده رفعة كبيرة جدا وأنقذ به العالم. إخوة يوسف برضو كان عندهم اختيارات، اختيار إن هما يقعدوا في مصر، وراحوا في مصر. كان هم عندهم اختيار بعد كده بعد موت يوسف إن هما يرجعوا إلى أرض الموعد، أرض أبوهم، أرض أجدادهم، الأرض اللي سمعوا إنه ربنا وعد بها أجدادهم اللي تكون ليهم. لكن هما ما اختاروش كده، كان نتيجة هذا الاختيار الخاطئ 400 سنة من العبودية ومن الألم ومن المرار ومن الموت. يمكن أرض مصر كانت سبب بركة ليوسف وبركة للعالم، وفي وقت تاني أرض مصر كانت سبب لعنة للناس. هي الفكرة، أنا بختار بحسب ربنا، بحسب مشيئة ربنا، ولا بختار بحسب استحساني؟ ولاد يعقوب اختاروا بحسب استحسانهم، بحسب الراحة الجسدية. الراحة الجسدية والفلوس عمرهم ما بيجيبوا أو بينفذوا مشيئة الله. ربنا مش محتاج الفلوس عشان يحقق خلاصه في العالم.
ربنا مش عايز ناس خدام ليه وأولاد ليه يرتاحوا على حساب تعب وألم وموت لأولاده التانيين. ربنا اختار، ربنا يسوع اختار الصليب والألم والفقر والتعب عشان يخلصنا. خدوا بالكم انه لما بجنح ناحية اختيار الراحة والعالم والفلوس والفخفخة، انا بروح ناحية شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة، وبيهرب مني كل هدف روحي وكل خدمة روحية بتهرب وبتضيع حتى لو لبستها شكل مقدس. خدوا بالكم، ربنا يبارككم.